جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. أيا قلنا السلام عليكم متابعي جربة سكوب، مرحبا بكم. كان ثم واحد ما نعرفكمش تتذكروه ولا تعرفوه ولا ما تعرفوش، طبيب، هو طبيب الجرابة المرحوم بولكباش، كان يمشي حتى للحواش يغنوا عليه قبل، وقالوا بولك باش يعز عليا دوالي ولدي غالية. كان صعيب وكلمته يقولها واللي في راسه يديرها. منهم مرة مشى باش يداوي مرأة كبيرة من معدتها تتوجع ومصار لها باش تتقطع الحال. وقتها هي مات العيد الكبير، شبح وسط الحوش شاف القديد معلق مش شوية، مالي الحوش ذبحوا عجل، كان الذبان غاير على القديد، نحاه من الحبل وحفر له حفرة كبيرة وردمه رزاهم فيه. ما همتاش في الخسارة، قالوا لهم سبب مركم القديد ودواكم في ردمانة. خرج بولكباش من جربة وكمل حياته في تونس. هنا شفنا شوية من الوجوه اللي نذكرها في جربة، مش الوجوه التاريخية، بل هم جربة وعاشوا في جربة وقاعدة أساميهم موجودة وكل شيء. إن شاء الله نتلقاو مرة أخرى في حلقة واحدة أخرى. السلام عليكم.